هتسمعوا عاملين ايه. ان شاء الله ده كده اخر درس معانا في المنهج. والدرس اسمه دور الانسان في حلول مشكلته. المره اللي فاتت خدنا التاثير المتبادل للانسان للبيئه، وان الانسان كان دور جامد جميل وحلو. حاجه زي ما هي ايجابيات وحسابيات، زي ما الانسان عمل ادوار ايجابيه وفادت البيئه جدا، لكن طبعا عمل كوارث مدمره، دور سلبي ادى لظهور عندي مشكلات بيئيه خطيره. تيجي نشوف دور الانسان ده بقى عنده في مش الانسان كان ليه اثر سلبي في البيئه الساحليه، في البيئه الصناعيه، في البيئه الزراعيه. مش معنى التلات بيئات دول انا اقدر اصلا بيئات قاعد فيها الانسان فاثر سلبيا عليها بشكل كبير جدا. طبعا احنا نمسك بيئه بيئه ونشوف الانسان عمل فيها ايه، وده ادى عندي لظهور مشكلات زي نمسك البيئة الزراعية. عملت ايه في البيئة الزراعية الانسان؟ بص عليها سلبيا. تعالى بقى نشوف الانسان عمل ايه. بصوا شايفين المناظر دي؟ قال لي بس عمل كل خير. طبعا عدد السكان بيزيد وبيكتر، عشان يزيد ويكتر احنا عايزين بيوت نقعد فيها. هنعيش فين؟ هنبني فين؟ هنروح لأرض زراعية. فالانسان هيروح يبني بيوت على الأرض الزراعية. طيب انا ببني بيوت على الارض الزراعيه، فهي جاري هو كمان يبني بيت جنبي على الارض الزراعيه، فمع الوقت مساحه الارض الزراعيه لو هي قد كده تبقى ايه؟ بتقل. يبقى اول حاجه واول مشكله تناقص مساحه الاراضي الزراعيه، ان مساحه الاراضي الزراعيه بتقل. ليه بتقل؟ حاجه اسمها الزحف العمراني. كلمه الزحف العمراني ان البيوت تتبني على الاراضي الزراعيه، دي اسمها توسع عمراني. بنبني بيوت كتير على الاراضي الزراعيه، طبعا ده بيأثر سلبيا علينا يا ولاد. ايه؟ ان حجم الاراضي الزراعيه هيقل، فحجم الانتاج هيقل، فمش هنلاقي الاكل كتير زي الاول، فهنضطر ان احنا نشتري من بره، فده هيأثر علينا كتير جدا. يبقى اول كارثه، اول اثر سلبي الانسان عمله انه بقى بيبني بيوت على الاراضي الزراعيه، فمساحه الاراضي الزراعيه بتقل. ببني بيوت على الاراضي الزراعيه اسمها توسع عمراني او الزحف عمراني. بزحف يعني بمشي على الارض الزراعيه، ببني بيوت على الارض الزراعيه فمساحتها اقل. طب ايه تاني عملها؟ فاكرين البيئات الزراعيه البلاد الحشريه اللي احنا كنا بنستخدمها ونرشها؟ طبعا البلاد الحشريه دي مواد كيماويه خطيره جدا، فانا هرشها على النبات، فده هتعمل لي مشكله. اولا هتلوث النبات، ثانيا هتلوث التربه، لانها هتبقى ملوثه. التربه الميه بعد احنا طبعا بنسقي ايه؟ التربه ميه، الميه الزياده دي بتمشي في مصرف كده، والمصرف ده اخره من بنار النيل، فتخيلوا الميه دي تربه فيها ميه ملوثه، الميه الملوثه هتمشي في مصر هتروح في نهر النيل، فنهر النيل هو كمان هيبقى ملوث، فطبيعي يحصل امراض زي الفشل الكلوي والامراض الكتير اللي احنا السرطانات والامراض الكتير اللي احنا بنشوفها. عشان كده بنصحكم لما يجي يجيب خضار وفاكهه لازم يغسله كويس جدا جدا جدا، لان الرش ده غلط. يبقى اول مشكله مساحه الارض الزراعيه قلت بسبب الزحف العمراني، تاني مشكله ان انا بستخدم البلاد الحشريه عشان اقتل حشرات الضار، حلو، بس في نفس الوقت ده اثر عليا سلبي. طبعا هيحصل تلوث في التربه وفي النبات. ايه النتيجه على الاسراف في استخدام البلاد الحشريه؟ مش استخدمتها بعالم، استخدمتها بكثره. ايه النتيجه؟ هيحصل طبعا تلوث في التربه. وبالتالي التربه، النبات كمان هيبقى ملوث، الميه هي كمان هتبقى ملوث، في طيور صديقه الفلاح بتنقي التربه من الحشرات اللي هو بردان، ده هيتقتل. يبقى انا لما استخدم بلاد حشريه بكميات كبيره قلنا النبات هيبقى ملوث، التربه هتبقى ملوثه، ميه النهر كمان هتبقى ميه ملوثه، فانا باكل اكل مش نظيف، بشرب ميه مش نظيفه، فبتعمل لي مشاكل صحيه كبيره جدا. تاني حاجه، تالت حاجه، بنقتل الطيور صديقه الفلاح زي ابو قردان. ابو قردان ده بيعمل ايه؟ بينقي التربه من الحشرات، فانا قتلتها مش موجوده فهيموت طبعا. فعشان كده تاني بنصحكم لازم يا ولاد لما تجيب خضار وفاكهه تغسله كويس جدا جدا جدا، وما تاكلش حاجه كده من غير غسيل عشان ما تزودش عندنا المشكله. يبقى عرفنا اصلا الانسان السلبي يعني بيئه زراعيه ايه؟ نقص قلل مساحه الاراضي الزراعيه ويستخدم بلاد حشريه بكثره، فبقى عندي ناتج حاجه اسمها تلوث طبعا تبقى خطيره جدا. ايه هي تاني؟ الطيور صديقه الفلاح، الطيور اللي بتساعد الفلاح ان هو ينقي التربه من الحشرات، ايه الطيور صديقه الفلاح دي؟ ايه؟ ابو قردان. نيجي بقى على البيئه الصناعيه، مش نسكت. صناعيه يعني مصانع، والمصانع بتطلع دخان، والدخان ده غاز ثاني اكسيد الكربون. عشان نعرف غاز ثاني اكسيد الكربون ده غاز ملوث من البيئه. يعني هي الصوره ايه؟ بتاع دخان المصانع، مش بس غاز ثاني اكسيد الكربون، وغازات ثانيه طالعه في الهواء
والدخان ده لما يطلع في الهواء طبيعي يعمل ايه؟ يلوث الهواء. يبقى اول مشكله هتواجهني هي تلوث الهواء. وانتوا هنا وانتوا عايشين في القاهره فعلا الهواء ملوث، الهواء مش نظيف، فيجيب امراض. يبقى تلوث الهواء بسبب دخان المصانعين. في تاني اتلوث عندنا الميه، لان اغلب المصانع جنب الميه فبيرموا بقى فيها مخلفاتهم في الميه، فطبعا حاجات مش نظيفه مرميه في الميه، فالميه ملوثه فتنتج عندي امراض كتيره جدا وامراض خطيره بتسبب الوفاه يعني. يبقى ايه الاثار السلبيه على البيئه الصناعيه؟ تلوث الهواء بسبب دخان المصانع، تلوث الميه عشان بنرمي مخلفات المصانع في الميه، هنلاقي في مشكله بقى المدن الصناعيه زي العاشر من رمضان، زي العبور، زي 6 اكتوبر، كل دي مناطق صناعيه كتير جدا، المناطق دي فيها تلوث زياده عن اي منطقه. ليه؟ قال لي عشان فيها وسائل مواصلات طبعا عشان تنقل العمال، فيها زحمه، طب تعالي كده بس وسائل المواصلات هتطلع عوادم، فالعوادم دي هتلوث الهواء اكتر، هيبقى فيها زحمه، هيبقى في حاجات كتير جدا مشكله. يبقى تاني الانسان عمل ايه؟ ايه اثاره السلبيه على البيئه الصناعيه؟ اه عملنا مصانع وصنعنا وسدينا احتياجاتنا من حاجه جميله، لكن برضو انا عندي مشكله تلوث الهواء بسبب دخان المصانع، تلوث الميه عشان بنرمي مخلفات المصانع في الميه، المدن الصناعيه بقت اكتر تلوثا او فيها زياده في التلوث عشان عوادم السيارات، عشان الزحمه، عشان وسائل المواصلات. قال لي كمان بقوا بيشيلوا مساحات واسعه من الحدائق واي جناين او مساحات خضراء. طب دي بتاثر ازاي؟ اولا طبعا هم بيشيلوها عشان يبنوا مصانع او يبنوا بيوت. طب دي بتاثر ازاي؟ اثرت كل ما بيزيد الخضره الاشجار والنباتات دي بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيلوث البيئه وتديني بدل اكسجين، فمبيبقاش في تلوث. طب انا بشيل الجناين وبشيل الاشجار وعندي تلوث كتير، طب كده في حاجه بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون؟ لا، فالتلوث هيبقى اكتر. يبقى بشيل مساحات واسعه من الحدائق والمساحات الخضراء دي كلها، حلو كده؟ يبقى تاني يا بس دي اثار سلبيه الانسان عملها على البيئه الصناعيه. قال لي يا ميس الهواء بقى ملوث، بقى مش نظيف، مش هينفع يجيب امراض. ليه؟ عشان دخان المصانع. قال لي كمان الميه بقت ملوثه. ليه ملوثه؟ عشان بيرموا مخلفات المصانع في النيل. ايه المخلفات؟ اللي هي الحاجات الباقيه من الانتاج يعني، كلها رميناها كده مش عايزينها، فيرموها في ميه النيل، فايه اللي بيحصل؟ ميه هتبقى ملوثه. فانا كده بستنشق هواء ملوث، بشرب ميه ملوثه. طيب لو انا عايشه في مدن صناعيه مليانه مصانع، قال لي المدن دي بتبقى فيها شديده التلوث، زي مدينه حلوان مثلا فيها تلوث اوفر. ليه في تلوث او في زياده في التلوث كده بسبب ايه؟ الازدحام الشديد، عوادم السيارات، وسائل المواصلات، حلو كده؟ قال لي كمان ان هما الانسان بيشيل مساحات من الحدائق والمساحات الخضراء والحدائق دي، وقلت زي ما قلت لكم دي بتاثر ازاي؟ بس ثاني اكسيد الكربون هيزيد اكتر، فهيبقى فيه تلوث اكتر في الهواء. اثاره بقى على البيئه الساحليه، عمل ايه على البيئه؟ حتى البحر ما سابوش في حاله. عمل ايه؟ قال لي يا ميس بقى بيبني قرى سياحيه اكتر، فبيحصل تدهور في الشواطئ. الشاطئ اللي احنا بنعمل عليه في الرمل بقى بيبوظ اكتر، ان شاء الله الانسان طبعا بيرمي زباله في كل مكان، فبقت التلوث ازيد. حاجه تاني الاضرار بالحياه البحريه، مش انا جنب في قرى سياحيه ممكن ترمي مخلفاتها في الميه، ممكن انها سفينه معديه في الميه مثلا فتروح راميه مخلفاتها في الميه، طبعا الميه هتتلوث، الميه ملوثه، مين عايش في الميه بناكله؟ السمك، فالسمك كده هو كمان هيبقى ملوث وهيموت. عندي حاجه زي الشعاب المرجانيه، عارفين الشعاب المرجانيه؟ الناس اللي بتروح الغردقه، مرسى علم، دي موجوده في البحر الاحمر. طب الشعاب المرجانيه لازم يكون البيئه نظيفه. طيب لو الميه نظيفه، طب لو الميه ملوثه تتضرر. يبقى الانسان عمل ايه؟ اول حاجه تدهور الشواطئ البحريه، الشاطئ مع الوقت بيبوظ عشان بنبني عليه قرى سياحيه. الاضرار بالحياه البحريه اللي هي الاسماك والشعاب المرجانيه عشان بنرمي مخلفات في الميه، فمع الوقت السمك والشعاب المرجانيه كل ده خلاص اتضرر بلاش له لازمه يعني. احنا عملنا مشاكل وانا مدركه ان انا عملت حاجه غلط، يبقى لازم اصلح الغلط بتاعي، صح؟ الانسان ازاي هيتصدى لمشكلات البيئه؟ هيعمل ايه؟ طبعا الانسان اللي هي الدوله. اول حاجه احنا بنقول مشكله البيئه، يبقى انا محتاجه اعمل وزاره للبيئه كل همها البيئه، وازاي تحافظ على البيئه من التلوث ومن انها تبوظ، عشان ما ينفعش كده، دي كلها اضرار بتعود علينا. فهنعمل ايه؟ هننشئ وزاره للبيئه، يبقى الدوله هتنشئ وزاره للبيئه عشان تهتم بالبيئه. دي اول حاجه نعملها.
قال لي هنجرب إلقاء المخلفات في المصانع في المية، يعني هيعتبروا إن المخلفات اللي بتتربى في المية دي جريمة، جريمة لازم يعاقب عليهم، يعاقب عليها يعني، يبقى تجريم إلقاء المخلفات في النيل، اعتبر إن أنا مرمي المخلفات في النيل زي المنظر اللي إحنا شايفينه ده جريمة. حلو كده؟ إيه تاني هنعمله؟ قال لي عارفة مس تلوث الهواء ده؟ قلنا عشان دخان المصانع. بنستخدم مصادر الطاقة غير نظيفة، مصادر الطاقة بتلوث البيئة زي الفحم زي البترول. حلو، ما انا ممكن استخدم مصادر طاقة نظيفة، طاقة متلوثش البيئة، ما تطلعليش هواء ملوث يلوث البيئة. طب الطاقة النظيفة دي هجيبها منين؟ يا اما من الشمس يا اما من الريح. طب جميل، نعمل محطات عشان تطلع لي كهرباء من الشمس والريح. الناس اللي بتروح على طريق الغردقة رايحة مرسى علم ورايحة الجونة بتشوف المنظر ده، اللي هي دي شويه مراوح كده اسمها طواحين الهواء بتلف كده موجوده في الطريق ده. يبقى هنعمل محطه توليد الكهرباء من الريح في منطقه اسمها الزعفرانه، منطقه الزعفرانه. يبقى هنعمل ايه تاني عشان نقلل تلوث الهواء؟ هنستخدم مصادر طاقه غير ملوثه للبيئه اسمها مصادر طاقه نظيفه زي الشمس والريح. طيب هنعمل ايه؟ هنولد الكهرباء من الرياح في منطقه اسمها الزعفرانه. حلو كده. طيب الشمس بقى نولد الكهرباء من الشمس في منطقه هنا اسمها الكريمات بالجيزه، دي سخانات شمسيه. يبقى تاني نولد او يتم توليد الكهرباء من الرياح في منطقه الزعفرانه، يبقى رياح زعفرانه. طب والشمس في الكريمات، نولد الكهرباء من الشمس في منطقه الكريمات. يبقى تاني هنعمل وزاره للبيئه عشان تهتم بالبيئه، هعتبر ان نرمي الميه ومخلفات النيل في الميه دي جريمه لازم نعاقب عليها. هنستخدم مصادر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة زي الشمس والرياح. طب هنولد الكهرباء من الرياح فين؟ في منطقة الزعفرانة. هنولد الكهرباء من الشمس في منطقة الكريمات. هنعمل ايه تاني؟ قال لي يا مس انا عندي نباتات، حيوانات، حاجات نادرة وليها قيمة كبيرة جدا ومهمة جدا، وانا خايف عليها ان حاجة تحصل وتبوظها، فانا لازم احميها. من كلمة الحماية هننشئ محميات طبيعية، يبقى الاهتمام بإنشاء محميات طبيعية. إيه يا ولاد المحميات الطبيعية؟ دي تبقى مناطق كده فيها نباتات، حيوانات، قلت لكم أي حاجة ليها قيمة علمية كبيرة جدا وأنا خايفة عليها إنها تبوظ أو تنقرض، يعني ما تبقاش موجودة، فأنا لازم أحميها. فكلمة حماية من هنا جت، من كلمة الحماية دي أنا هحمي الحاجة دي فأعمل لها محمية طبيعية. يبقى المحمية الطبيعية مناطق تضم نباتات، حيوانات، طيور نادرة تخشى عليها من التدهور أو الانقراض، لذلك تقوم الدولة بحمايتها. حلو؟ طبعا مصر ما شاء الله فيها حوالي 30 محمية. أنا عايزة منهم بعض المحميات، عندي زي مثلا سانت كاترين، محمية وادي دجلة هنا جنبنا، عندي محمية وادي العلاقي، محمية جبل علبة، عندي محمية وادي الريان دي في الفيوم، محمية سيوة، ومحمية الصحراء البيضاء. تاني محميات اللي أنا عايزاهم سانت كاترين، وادي دجلة هنا تحت في جنوب اسوان، وادي العلاقي وجبل علبه شفناهم في الصوره اللي فاتت، هنا وادي الريان، الصحراء البيضاء، سيوه. لحد هنا خلص الدرس. هعمل اهم النقاط اللي انا خدتها. قلنا الدرس ده الانسان فيه ليه دور سلبي كبير جدا، دوره في ثلاث بيئات: زراعيه، صناعيه، ساحليه. قلنا في الزراعيه مساحه الاراضي الزراعيه بتقل عشان توسع عمرانيه، والانسان ما بيبني بيوت على اراضي زراعيه. استخدمنا مبيدات حشريه بكثره فحصل تلوث في الميه وفي التربه وفي النبات، حتى ابو قردان بقى يتقتل، اللي هي طيور صديقه الفلاح. في الصناعيه قال لي الهواء بقى ملوث عشان دخان المصانع، الميه بقت ملوثه عشان بنرمي فيها اي مخلفات، اي حاجات ناتجه عن الصناعه، الحاجات الباقيه في الميه بقت مش نظيفه ملوثه. وده هنلاحظه في الفلتر، استخدم الفلتر اللي طلعنا عشان نعمل فلتر كده، اللي هي بيطلع يعني سوائل كده، كتر ما الميه مش نظيفه. قال لي النباتات الناس اللي عايشه في المدن الصناعيه عندها تلوث عشان الدخان والمصانع وعوادم بقى السيارات مع الزحمه، يعني ما شاء الله. كمان بقينا بنشيل الكلاين والمساحات الخضراء والحاجات دي كلها، فبقت بتزود غاز ثاني اكسيد الكربون فبتزيد التلوث. طب في البيئه الساحليه بنبني قرى سياحيه، فالشاطئ مع الوقت حصل فيه تدهور، بنرمي مخلفات في البحر، في السمك طبعا هيموت. هنحل المشاكل دي ازاي؟ هنشئ وزاره للبيئه، استخدم مصادر طاقه نظيفه فهتقل تلوث الهواء، هعتبر ان اللي بيرمي مخلفات في ميه النيل او حتى البحر ده جريمه لازم يتعاقب عليها، هحاول احمي الحاجات اللي ليها قيمه عندي او هي مهدده انها تبقى منقرضه ومش موجوده، فهعمل لها محميه
طبيعية. طبعا المحمية دي أولاد الإنسان طبعا ما يقدرش يعمل فيها حاجة، ما يقدرش يبني عليها بيت، ما يقدرش إن هو يموت الحيوان، لأن هو ده جريمة يعني يعاقب عليها. لحد هنا خلصت منهج الجغرافي بتاع رابعة ابتدائي، خلصت المحنة خالص. شكرا سنة رابعة، سلام عليكم.